ولكن آيات القرآن أيها الأحبة لها دلالات أخرى، لها معاني يعني أنا أسميها قوة كامنة في هذه الآيات لا نراها، قوى خفية. هذا القرآن أيها الأحبة لو نزل على الصخر لفتته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن أيها الأحبة سماه روح. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أحببت أن أتأمل معكم هذه الآية العظيمة وأن نتدبر بعض المعاني التي فيها. حقيقة القرآن فيه كل شيء أيها الأحبة. هذه الآية فيها مقطع مهم يقول تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هناك إنسان ضاع منه ابنه، طفله الصغير، فدعا بهذه الآية. طبعا هذا كله في الأثر، ورد في قصص ذات عبرة، ولكن أنا بالنسبة لي أنا أصدق هذا الكلام، أنا أصدق تماما أن آيات القرآن لها مفعول عظيم جدا في الرزق، في إذا فقدت إنسان يمكن أن يرجع، إذا فقدت مبلغا من المال يمكن أن يرجع، طبعا كله بإذن الله. أنا لا أروج للأساطير أيها الأحبة وللشعوذات، لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله. قال الله فيه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الأمراض بكل أنواعها هناك آيات تشفيها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. طبعا من لا يحب أن يقتنع بهذا الكلام هذه مشكلته. أنا أوصل لأحبتي القراء وجهة نظري وتجربتي في هذا المجال، وهي تجربة يعني قائمة على الواقع. يعني أنا هذه الآيات دائما ما أكررها، يعني عندما أحس بضيق في الصدر أقول كما قال موسى عليه السلام، وكله الله علم سيدنا موسى وعلم الأنبياء وعلمنا أيضا من ورائهم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا دعاء حل عقدة اللسان. أدعية كثيرة، وإلا الأنبياء مثلا، خذوا مثال ذنون، يعني أنا فقط لأعطيكم فكرة عن الأنبياء، أن ذنون وهو سيدنا يونس عليه السلام، هذا النبي الذي ذهب مغاضبا التقمه الحوت ودخل إلى بطن الحوت في ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات بطن الحوت، ثلاثة أنواع من الظلمات كان في داخلها. ما هي القوة التي يمكن أن تنجي هذا الإنسان؟ هو دعاء أيها الأحبة، هو دعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن الدعاء له مفعول، لا نقول مفعول السحر، هو يقين، ولكن له مفعول عظيم جدا جدا جدا. من أحب أن يستفيد منه كان بها، من لم يقتنع هو الخاسر. لماذا؟ لأنك خسرت كلام الله سبحانه وتعالى. هذا كلام الله أيها الأحبة. فالله عز وجل عندما يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، ولكل وجهة هو موليها. مثال: أنت لا تقتنع أن القرآن يشفي من مرض السرطان مثلا، طب هذه مشكلتك، لا مشكلة، هذه وجهة أنت موليها. إنسان آخر يقتنع وقد يشفيه الله سبحانه وتعالى، قد لا يشفيه لأن الأجل انتهى أو اقترب، هذا الأمر يقرره رب العالمين. إنسان يقتنع أن هذا القرآن فيه كل شيء، فيه تبيان لكل شيء. إنسان آخر لا يقتنع، إنسان آخر يقول لك القرآن مجرد كلام هداية أو كتاب هداية فقط.
ولكل وجهة هو موليها. طيب ماذا أفعل أنا يا رب؟ فاستبقوا الخيرات، دائما سارع بالخيرات. هذه آية قرآنية نقرأها، هل فيها ضرر؟ هل لها آثار جانبية؟ هل تضرني؟ أولا كل حرف تقرأه فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثانيا أنت عندما تستحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، هذا أمر مهم جدا أيها الأحبة في سعادة الإنسان، أن يشعر أن الله معه، أن الله يناديني يقول فاستبقوا الخيرات. هذا يشعرني بالقوة أيها الأحبة، أن هناك إلها عظيما يخاطب هذا العبد الضعيف اللا شيء، عبد لا شيء، يخاطبه رب العرش العظيم سبحانه وتعالى ويقول له فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. هذا المقطع أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا قد يكون له مفعول في لإنسان فقد مالا أو ابنا أو فقد شيئا متاعا مثلا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، مع العلم أن معنى الآية يدل على أنك أيها الإنسان أينما ذهبت مصيرك إلى الله. ولكن الآيات القرآن أيها الأحبة لها دلالات أخرى، لها معاني يعني أنا أسميها قوة كامنة في هذه الآيات لا نراها، قوى خفية، القوى الخفية في آيات القرآن لا نراها. هذا القرآن أيها الأحبة لو نزل على الصخر لفتته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن أيها الأحبة سماه روح، سمي بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لذلك هذه الآية أيها الأحبة احفظوها وكرروها، ولن تضر بل ستنفعكم إن شاء الله في الدنيا ويوم الموت ويوم لقاء الله، ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.